السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من الفتنة. من أعظم سبل الوقاية من الفتن تعلق القلب بسيد النبيين والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسيدنا النبي هو الوسيلة العظمى للآخرة والوقاية من كل فتنة. سيدنا النبي هو أعظم نعم ربنا على هذه الأمة، وعشان كده كان حب النبي واتباعه من أعظم أسباب الوقاية من الفتن. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني الذين يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مفيش نبي من الأنبياء أو رسول من المرسلين وكلهم أهل كمال ورحمة كان بيحب أمته وقومه زي ما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيحب أمته، لدرجة أنه في أحد الأيام سيدنا رسول الله كان قاعد مع الصحابة وقال لهم: اشتقت إلى أحبابي. فالصحابة استغربوا: أولسنا أحبابك يا رسول الله؟ مش إحنا أحبابك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أصحابي، أحبابي قوم آمنوا بي ولم يروني. إحنا اللي صدقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وما شفناهوش في الدنيا. وكان من أعظم مظاهر حب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته حب الهداية لقومه وتعلقه بهداية هذه الأمة، إن ربنا سبحانه وتعالى كان بيخضه في القرآن ويقول له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني أنت هتموت نفسك ليه من الزعل على هؤلاء الذين لم يرد الله أن يهديهم؟ ويقول له في آية تانية: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. من شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ربنا بيقول له: ما تموتش نفسك عليهم من الحسرة، لأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. تخيلوا رجل يدعو قومه إلى الهدى والإيمان وهم يعادوا بكل أصناف العداوة والأذى، ومع ذلك يكون في شدة الحزن، مش بس من أذاهم ليه، وإنما بسبب عدم استجابتهم وإيمانهم. سيدنا أبو هريرة بيقول في الحديث الصحيح: قيل يا رسول الله ادعوا على الكافرين، يعني بيقولوا له ادعي على هؤلاء الذين آذونا وعذبونا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت رحمة. وده مصداق لقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا قول الله سبحانه وتعالى في سيدنا إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، ولما تلا قول سيدنا عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة وقال: اللهم أمتي أمتي، ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له: إن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، مش هنخزيك أبدا في أمتك ولن نخذلك يا رسول الله. والحديث ده فيه بعض الدلالات العظيمة، أولها إنه قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربنا عظيم، فهو بيسأل عن سر بكائه وهو أعلم سبحانه وتعالى، ويرسل الروح الأمين سيدنا جبريل ببشارة عظيمة أن الله سيجعل هذه الأمة خير الأمم في الدنيا والآخرة. والدلالة الثانية هو كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة واهتمامه بها، لدرجة أنه يبكي وهو يدعو الله سبحانه وتعالى أن لا يخذله في أمته. ولذلك كان يقول الإمام النووي إن هذا الحديث من أرجى الأحاديث وأسعد الأحاديث لأمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق الإمام النووي رحمه الله، لأن ده مصداق قول الله تعالى في سورة الضحى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. سألت ربي ثلاث خصال فأعطاني اثنين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ليغان على قلبي. ومعنى يغان يعني أحيانا بيغطى قلبي. فكان يقول بعض الشراح إنه سبب هذه التغطية أو سبب هذه الغيمة هو انشغال النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال أمته،
وكثرت شفقته عليهم وإعطاءه أكثر وقته للدعوة والبذل في سبيل الله. وفي يوم من الأيام يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وده حديث موجه للأمة كلها مش بس للصحابة: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ ثم يقول النبي: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ ثم يقول: أترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ وما قرت عين النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ومن مظاهر أنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم وقاية لينا من الفتن أن ربنا سبحانه وتعالى يحرم الجنة على كل الأمم حتى تدخلها أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن سيدنا النبي يشفع لأهل الكبائر من أمته، وأن ربنا سبحانه وتعالى هيدخل 70,000 من أمته الجنة مع كل واحد منهم 70,000 تانيين بلا حساب وبلا عذاب. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي 3 خصال فأعطاني 2 ومنعني 1، سألت ربي ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم فأعطانيها. يعني أن ربنا سبحانه وتعالى لا يهلك هذه الأمة كما أهلك بعض الأمم السابقة بالغرق أو بالصيحة أو بإسقاط الحجارة من السماء. بيقول: وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فسألت ربي ألا يلبسنا شيعا فمنعنيها. ومعنى يلبسنا شيعا يعني لا نتفرق جماعات مختلفة. ومن أعظم المواقف اللي بتدل على كمال محبة سيد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة وعنيت بيها ووقيت ليها من كل الشبهات والشهوات والفتن، إن ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن المنافقين ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على بعض المنافقين، وكان منهم عبد الله بن أبي. سيدنا عمر بن الخطاب استغرب وجي للنبي وهو بيقول له: أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعني يا عمر، إني خيرت فاخترت، فقد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول له: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا عمر لو علمت أني لو زدت على 70 وغفر لهم لفعلت. شايفين الرحمة والحب حتى بالمنافقين. ومن أجمل الأحاديث التي تدل على كمال محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة إنه بيقول لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها الله سبحانه وتعالى فيستجاب له: وإني قد ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى أعطى كل الأنبياء دعوة مستجابة في هذه الدنيا. ومن كمال محبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع بدعوته هذه لأمته يوم القيامة. نتكلمنا كتير في الحلقات اللي فاتت عن الفتن، واتكلمنا في كل حلقة عن سبل مواجهتها، لكن الحديث ده فيه وصف جامع لإنكار الفتن وإبعادها عن النفس: أن تنكر الفتنة، أن لا تستشرف هذه الفتنة.